في ماضي الزمان، في ليلة كانت الثلوج تهطل فيها بغزارة لتغطي وجه السهول والأودية، وفي أحد قصور الأغنياء جلست سيدة القصر قرب النافذة تتأمل الثلج وتخيط ثوبا لوليدتها. سيدة القصر تتمنى أن تنجب بنتا جميلة تكون أشد بياضا من هذا الثلج. أتمنى أن ألد بنتا لها بياض هذا الثلج وشفتان كحمرة هذا الدم وشعر بلون هذا الليل الأسود. ولدت سيدة القصر بنتا جميلة، بياضها كالثلج، شفتاها كالدم، وشعرها كالليل، ولذلك سموها فلة بياض الثلج. وبعد الولادة بقليل ماتت الأم ورحلت إلى العالم الآخر لتترك فلة وحيدة. تزوج والد فلة بامرأة جديدة لترعى ابنته الصغيرة، وكانت زوجة الأب جميلة جدا، وكانت تكره أن يكون في العالم امرأة أجمل منها، وثمة شيء واحد يمكنه أن يريحها وهي مرآة الحقيقة. والآن أخبريني يا مرآة، من هي أجمل امرأة في هذه الدنيا؟ ليس هناك من هي أجمل منك حتى الآن أيتها المحترمة. صدقت يا مرآة، فليس بين النساء من هي أجمل مني. لك جزيل الشكر والامتنان يا صديقتي. ومر على هذا زمن طويل، وفي يوم من الأيام، أنت جميلة جدا أيتها السيدة، لكن فل بياض الثلج أجمل منك ألف مرة، هذه هي الحقيقة. ماذا قلت أيتها المرأة؟ بياض الثلج أجمل مني ألف مرة؟ إذا سترين ماذا سأفعل بها، سوف أمحوها عن وجه هذه الأرض. كبرت فلة وأصبحت أجمل وأجمل، ومن ينظر إليها يشعر بالفرح والسعادة. كانت زوجة الأب تحسد جمال بياض الثلج كثيرا، ولذلك أمرت أحد الصيادين أن يأخذ فلة إلى الغابة ويتخلص منها. اعذريني يا فلة، لكنها أوامر السيدة الكبيرة. تخلص من فل بياض الثلج وتأتيني بقلبها إلى هنا، حينها ستحصل على كل ما ترغب فيه. أفهمت أيها الصياد؟ لا أصدق هذا، هي التي أمرتك بذلك. نعم، لكن يدي لا تطاوعني على التخلص منك، لأنك لطيفة وجميلة وطيبة، وسأطلق سراحك على ألا تعودي إلى القصر بعد الآن. لقد فهمت، أعدك أيها الصياد لن أعود. وفقك الله.
أحد هنا؟ أما من أحد؟ أرى هنا سبعة صحون وسبعة سكاكين وسبعة ملاعق. أنا أعتذر لأنني جلست من دون إذن أصحاب المنزل. أنا جائعة وهذا الطعام لذيذ. من جلس على كرسيي؟ ومن الذي أكل من صحن طعامي؟ تكلموا. ومن الذي أكل خبزي كله؟ من الذي التهم السلطة الخاصة بي يا جماعة؟ من استخدم ملعقتي؟ وسكيني يبدو عليها آثار الاستخدام. لقد شرب عصيري. من فعل ذلك كله؟ انظروا، هناك من ينام في فراشي. يا سبحان الله، يا لها من فتاة جميلة جدا. هي إذن من فعل ذلك؟ ماذا تقترحون أن نفعل؟ تبدو متعبة، والأفضل أن ننتظر حتى تستيقظ لنعرف القصة. هيا بنا. استيقظت أخيرا يا صغيرتي، أهلا بك. ولكن من أنتم؟ نحن الأقزام السبعة، وعملنا جمع الأحجار. نذيبها ونستخلص منها المعادن الثمينة. وهذا البيت لكم، أليس كذلك يا سادة؟ بلى، ولكن ما الذي أتى بك إلى هذا المكان؟ إنها الغيرة، إنها غيرة امرأة. غيرة امرأة؟ إنها امرأة قاسية ولا تعرف الرحمة. وأنا الآن ليس لي أي مكان لأعود إليه. ولكنك لم تقولي لنا ما اسمك. فلة بياض الثلج. اسم جميل، فلة بياض الثلج، إنه يناسبك. شكرا. نحن نعرض عليك أن تعيشي معنا يا بياض الثلج، فهل توافقين؟ ستطبخين لنا وتغسلين الثياب وتنظفين الصحون، وبهذا تصلحين واحدة منا. شكرا جزيلا لكم. أشعر الآن براحة لا توصف، تخلصت من فل بياض الثلج ولم يعد هناك منافسة لي. والآن يا مرآتي الجميلة، قولي لي، ألست أنا أجمل النساء اللواتي على سطح الأرض؟ أنت الأجمل أيتها السيدة، لولا واحدة تعيش في قلب الغابة البعيدة في كوخ الأقزام السبعة، وهي أجمل منك ألف مرة، واسمها فلة. ماذا تقولين؟ تخلص الصياد من فلة وآتاني بقلبها، إلا إذا خدعني ولم يتخلص منها. سأقضي عليك يا بياض الثلج، وهذه المرة بيدي، ولن أثق بأحد بعد ذلك. بياض الثلج، نحن سنذهب للعمل، احترسي جيدا من زوجة أبيك، فقد تعرف مكانك وتأتي لكي تتخلص منك. كوني حذرة يا ابنتي. الحقد يسوق صاحبه إلى التصرف بحماقة. حاضر. أقمشة، لدي أقمشة جميلة، لدي أقمشة للفتيات الجميلات. أقمشة. أهلا أيتها الجدة، هل أستطيع أن أرى ما لديك؟ من هنا لا يصلح، افتحي الباب حتى تري. هيا افتحي يا ابنتي، افتحي هيا ولا تخافي. لكن أقمشتي لا تصلح إلا للفتيات الجميلات. تبدو طيبة،
لذلك سأسمح لها بالدخول. مرحبا يا حلوة، استديري قليلا من فضلك. أظنه صالحا للربط حول عنقك. سأتخلص منك الآن لأكون الأجمل على وجه الأرض. أنت المنافسة الوحيدة لي وعليك أن تموتي. لم تكن هذه البائعة العجوز إلا زوجة الأب في حقيقة الأمر. بياض الثلج، ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ هل هناك أمل في نجاتها؟ لنفك هذا الرباط. أين بائعة القماش؟ فوضح الأمر. أظن أن فلة تتحدث عن بائعة قماش دخلت إلى البيت وأظنها زوجة أبيها. ألم نطلب إليك يا فلة أن تكوني حذرة؟ يجب ألا تدعي أي شخص يدخل إلى البيت عندما نكون غائبين. علمت لماذا طلبناك بالحذر؟ أجل. والآن يا مرآتي، من هي الأجمل على وجه الأرض؟ أنت الأجمل أيتها السيدة المبجلة. لولا وجود أخرى في قلب الغابة أجمل منك ألف مرة. إنها بياض الثلج. إذا أخفقت في المرة الماضية، لكن لن أعدم الوسيلة. لدينا أمشاط عاجية. تظاهرت زوجة الأب السيئة بأنها بائعة أمشاط، وذهبت مرة أخرى إلى بيت الأقزام في الغابة. وعلى الرغم من تحذير الأقزام لفلة، فتحت الباب للبائعة المخادعة. مشط مناسب لشعر أسود. وضعت السم في هذا المشط. ما الذي حدث؟ تكلمي يا فلة. ها؟ في هذه المرة أيضا نجت فلة بياض الثلج، لأن القزم اقتلع المشط المسموم من شعرها. أنت الأجمل أيتها السيدة، لولا التي تعيش في قلب الغابة داخل كوخ الأقزام، فهي أجمل منك ألف مرة، واسمها فلة. إذا لم أقضي عليها. هذه المرة لن أخفق أبدا، وسوف أقضي عليها حتما. نضع أولا عظم غراب عجوز، ثم نضع عين بوم وجناح خفاش وبعض الأوراق الحمراء ونقطة واحدة من لعاب تنين أسود، ونغليها جيدا. لن يبقى إلا القليل وسوف أنتهي. أخيرا لعاب الدبور. انتهيت أخيرا. سأتخلص منك يا بياض الثلج بهذا السم القوي التأثير. أنا بائعة التفاح، تفاح أحمر ولذيذ. ألا تريدون شراء التفاح؟ أنا آسفة جدا، لا أستطيع السماح لك بالدخول. انظري إلى التفاح وحسب، يبدو شهيا جدا. نعم، لا داعي لفتح الباب. خذي هذه التفاحة لأنها هدية. أشكرك، لكنني لا أستطيع قبولها. ترفضينها؟ سأذهب من هنا مكسورة الخاطر، ولن أعود إلى الغابة لأنني حزينة. انتظري، سأريك الآن أنني حسنة النية. تظنين أنني وضعت في التفاح شيئا؟ إنه تفاح لذيذ، وقد أكلت منه أمامك ولم تحدث أي مشكلة، وقد رأيت. خذي التفاحة ولا تكسري خاطري أيتها الفتاة الحلوة. نجحت لأنني وضعت كثيرا من السم داخل التفاحة.
المحزن هذه المرة أن فل بياض الثلج لم تستيقظ على رغم المحاولات التي بذلها الأقزام، لكن العجيب أن بياض الثلج كانت نائمة وليست ميتة، ولذلك لم يساور الأقزام شك في أنها لا تزال حية، فلم يدفنوها في باطن الأرض بل صنعوا لها قفصا زجاجيا. ليس على الأرض من هي أجمل منك أيتها السيدة المبجلة. نجحت هذه المرة بالقضاء على بياض الثلج لأن السم الذي وضعته في التفاحة كان قويا جدا. قضيت على بياض الثلج لأبقى وحدي من دون منافسة لجمالي، ولن ينقذها أحد. بقي الأقزام يهتمون ببياض الثلج، وكان يبقى إلى جانبها كل يوم واحد منهم، وهكذا مضى كثير من الأيام. وذات يوم مر حاكم البلاد بجانب كوخ الأقزام عندما كان في رحلة صيد داخل الغابة. ها؟ ما أجمل هذه الفتاة النائمة، من تكون؟ إنها فل بياض الثلج. جميلة جدا، لماذا هي نائمة داخل هذا القفص؟ هذا غريب، لماذا لا ترد ولا تتحرك؟ إنها في سبات بسبب تفاحة مسمومة. تفاحة مسمومة؟ لا شك أن الفاعل مجرم وعلينا أن نعاقبه. لابد من طريقة لإنقاذها، لذلك اسمحوا لي بأخذها. صحيح أنك الحاكم، ولكنك مع هذا لا تستطيع أن تأخذ بياض الثلج من هنا. اسمعوني جيدا أيها السادة، أنا لا أريد سوى إنقاذ فل بياض الثلج من هذا الوضع الذي هي فيه. أعدكم أنني لن أعدم وسيلة من أجل تحقيق ذلك، وأنا حاكم البلاد. نشكرك على نيتك الطيبة، ولكن دعنا نتشاور. نصدقك وسنكون تحت إمرتك يا سيدي الحاكم، فبياض الثلج فتاة طيبة ويجب أن تتعافى. أشكركم أيها الطيبون. حسنا أيها السادة، إلى اللقاء. سيدي الحاكم، فل أمانتك. علي أن أسرع، يبدو أنها ستمطر. احذر يا سيدي من أن ينزلق الفرس. اطمئن، سأكون حريصا، ولا تنسى أنني فارس. احذر يا سيدي. احذر يا سيدي. هيا لندخلها إلى الكوخ بسرعة. من أغصان وجذوع لإعادة بناء هذا الجسر. اترك سيفك جانبا أيها الحاكم حتى لا تصيبك صاعقة البر. قضي على الحاكم، ضربته الصاعقة. لم يكن ما توقعه القزم صحيحا، فلقد أشرقت الشمس بعد قليل وأفاقت فل والحاكم من الصدمة. الحمد لله، لقد نجونا. من أنت؟ لقد أفاقت بياض الثلج من سباتها.
لماذا تخرفين أيتها المرآة؟ فل بياض الثلج استيقظت من جديد. أنت كاذبة، لذلك سأحطمك. ماذا تفعلان؟ اتركاني، أنا أجمل منها بكثير. أقول لكما اتركاني. إلى أين تذهبان بي؟ لا، أنا جميلة، جميلة، أجمل نساء الأرض. لا لا، اتركاني. علم الجميع بما كانت تفعله الشريرة، ولذلك حكموا عليها بأن ترتدي حذاء حديديا حتى آخر عمرها، عقوبة لها على أفعالها وغرورها. وهكذا تزوجت فل بياض الثلج بالحاكم، وصارت حاكمة البلاد، وعاشت في سعادة.